بلاك ووتر الأمنية الأمريكية سمعة سيئة لنفسها بين العراقيين. كيف لا، وقد كانت تصول وتجول في ديارهم متمتعة ليس فقط بأكبر عقد لقاء حماية الدبلوماسيين الأمريكيين، بل كذلك بحصانة من العقاب في حوادث قتل ذهب ضحيتها مدنيون عراقيون وفقا للوثائق المسربة من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون. شركة بلاك ووتر المعروفة الآن بزي صاحبة أكبر عقد مربح بين الشركات المماثلة لقاء حماية الدبلوماسيين الأمريكيين من الهجمات المحتملة. الملفات السرية تكشف النقاب عن حوادث عدة قتل فيها مدنيون على يد عناصر من بلاك ووتر في سياق دورهم كحماه وبسبب تاريخهم العريق في الاستخدام المتهور للأسلحة. 2007 أحد أفراد بلاك ووتر يمطر المدنيين العراقيين بالرصاص في ساحة النصر وسط بغداد، قتل عشوائي سقط فيه 17 قتيلا وجرح 18 آخرين. دورية أمريكية ذهبت إلى مكان المجزرة خلصت إلى أن السيارة التي كانت تقل رجلا وامرأة ورضيعا اندلعت فيها النيران بعد الاشتباك، ولا خسائر في صفوف بلاك ووتر التي كان عناصرها يرافقون موكبا لدبلوماسيين أمريكيين. مهمة تقوم بها الشركة خارج أدنى سيطرة للحكومة العراقية وتتقاضى عنها 465 مليون دولار. كان مع الأسف ما إمكانياتنا نغير الواقع كانت قليلة جدا، لأن كل هالشركات هي أخذت نوع من الـ من الـ من الحماية القانونية من جراء القوانين، قوانين سلطة الائتلاف يمرنون كآلة لا أكثر ولا أقل، ما عندهم أي شعور إنساني أو أي شعور تجاه مسؤوليتهم تجاه المواطنين. تتحدث الوثائق المسربة عن 14 حادثا آخر أطلقت فيها نيران بلاك ووتر على مدنيين فقتل 10 وجرح 7. قاد تحليل الملفات السرية إلى 14 قضية أخرى كان لبلاك ووتر يد فيها، إذ فتح عناصرها النار على مدنيين وقتلوا 10 وجرحوا 7. في كل واحدة من أصل 3 قضايا اقترفت الشركة حوادث قتل عندما كان عناصرها يرافقون دبلوماسيين أمريكيين. أيار 2005 دورية أمريكية تشاهد عناصر من بلاك ووتر تطلق النار على سيارة مدنية، قتل أبو العائلة وأصيبت زوجته وبنته بجراح، بينما غادرت شاحنة الشركة مسرح الواقعة تاركة انطباعا حتى لدى القوات الأمريكية نفسها بأنها مجموعة خارج السيطرة. وفي أيار من السنة التالية أطلقت بلاك ووتر النار على سيارة إسعاف. وعشان فات الأمريكان مدري طقت عبوة مدري شنو، وعشان كنت ضربوا عبالهم شيء غير شغال ضربوا. قتل سائق سيارة الإسعاف بنيران أسلحة خفيفة مصدرها رتل لقوات التحالف. نفت بلاك ووتر أمام المحققين تورطها في الحادثة، وهي التي رافقت مئات الأرتال وكانت هدفا لهجمات المسلحين. في المقابل رسمت الملفات السرية صورة مختلفة لأداء عناصر الشركة باعتبارهم لم يكونوا في وضع دفاعي وإنما كموظفين خارج السيطرة. في شباط 2005 كشفت الملفات سقوط 4 مدنيين جرحى بعد أن تحولوا إلى هدف لنيران شركة أمنية خاصة مجهولة. حقق مكتب الأمن الدبلوماسي في الحادثة ونشرت نتائج التحقيق التي أدانت الشركة. صورة رسخت في ظل تحقيقات مع بعض عناصر الشركة قدموا فيها معلومات مضللة، ومع ذلك امتنعت الولايات المتحدة عن معاقبتهم خوفا كما قيل على الروح المعنوية لزملائهم في شركتهم وفي شركات أخرى تؤدي مثلهم نفس الدور وترتبط هي الأخرى بعقود توظيف من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. في 2007 طالبت الحكومة العراقية برحيل بلاك ووتر، لكن الشركة وببساطة تجاهلت الطلب. في السنة التالية جددت الحكومة الأمريكية عقدها مع بلاك ووتر في العراق ولم يعاقب أي عنصر من عناصرها لقتله مدنيا عراقيا.